تو. الأساس اللي هتكون تو. برافو عليك، ماشي. يلا اللي بعدنا، خلينا ناخد زينب. يلا يا زينب. يلا جميل، ماشي. اوكي. Which of the following fraction is equivalent to 1؟ اللي هو يا مس 7 over 7. برافو عليك، يبقى هنا هتكون 7 over 7. برافو. اوكي بس ماشي، هذه حل. اللي بعديها. يلا يلا يا مي، ماشي. نمبر 7. The opposite line plot represents height of some palm trees in meters. Then the number of all the palm trees in this paragraph is 21. هتكون وين يو وان، فين اني واحدة هنا؟ نمبر 7. وعايز النمبرز ده يكون ايكوال. أنا مش أنا عارفة لا انا عايزة مي، 70 مي الاول وبعد كده بتكون، هنا. هخليها ميكسد يا ميسي. هنشوف ايه اللي بجد العشرة يكون قريب من 73، صح، برافو. هيكون ايكوال 7 يا ميسي، ايوه 7 3 over. برافو عليك، يبقى هنا تبقى 7 و 3 over 10. اكسلنت، ممتازة. طيب اللي بعديها يلا يا محمد، نمبر 8. هتبقى 0.2. برافو عليك، ماشي. اللي بعديها، اللي دخل بآيفون ده اسمك ايه؟ يلا ماشي، يلا يا أنس، نمبر 9. اوكي. الله ام سي هيكون أنهي واحدة فيهم؟ سي ال ام letter C. برافو. ودي اسمها ايه اصلا؟ دي اسمها هل دي بوينت ولا لاين سيجمنت ولا لاين ولا ري؟ دي لاين. لاين دي، لا مش لاين، دي سيجمنت. اللاين دايما بيكون has no end point، يبقى انا ما عنديش ولا ال started point ولا end point، يبقى دي كده بقول عليها سيجمنت، لاين سيجمنت. لكن لو لاين لازم معلش يكون فيه التو بوينتس زي كده. طب لو كانت كده، لو كان ليها ستارتد بوينت مالهاش اند بوينت، فبنقول عليها ري. معلش اصلا ما كنت شايف النقطتين. ماشي حبيبي، ولا يهم. اوكي اللي بعديها نمبر 10، ناخد مين؟ يلا يوسف. يا عباس قول. انا مس 9 ولا 10؟ نمبر 10. which figure shows right angle B؟ ستريت انجل، هتكون دي. برافو. و ايه دي نوعها ايه؟ right angle رايت انجل اي بي. و ايه يبقى دي رايت A. هتكون نوعها ايه؟ A هتبقى obvious. لا ال A، ال A مش obvious، ال A مش obvious، Acute. 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 بالظبط Acute. كده، acute. ودي طبعا دي هنا، دي right angle. ال C دي obvious، اما اخر واحدة هنا فدي بقول عليها ال straight angle. اوكي Okay. تمام، نش. يلا لامار اللي بعديها. اوكي يلا لامار، نمبر 11. نعم. نمبر 11 The opposite triangle is
نوع التريانجلز اللي قدامك ده ايه؟ أكيد هيكون، بصي بقى، هل ماشي. عندي هل يكون التريانجلز مجموعة ده، هل في ده رايت انجل؟ إيه؟ هل ده في رايت انجل؟ لا متأكدة؟ مفيش عندك زي لتر لا ايه في زي كده؟ في عندي اهو، دي رايت انجل هو زي ريتر ال زي لتر ال، يبقى دي رايت انجل. طالما عندي اكبر انجلز الموجودة في التريانجل بتكون رايت، يبقى التريانجلز ده كله بقول عليه رايت انجل تريانجل. طيب لو كان عندي يا لولي، بقول مثلا كانت اكبر انجلز موجودة عندي في التريانجلز دي، كان مثلا وليكن شكلها اوبتيوس، مفتوحة شوية، يبقى التريانجلز ده كله بقول عليه اوبتيوس انجل تريانجل. لو كانت اكبر انجلز نوعها اكيوت، يبقى بقول ان التريانجلز ده اكيوت انجل تريانجل. يبقى احنا بنحدد التايبس اوف تريانجل اكوردنج للانجلز. هنا يا شباب عبارة عن ايه؟ ببدأ اروح لاكبر انجلز موجودة عندي، اكبر انجلز كانت رايت، يبقى التريانجلز ده كله بقول عليه رايت. اكبر انجلز عندي كانت اوبتيوس، يبقى التريانجلز ده كله بقول عليه اوبتيوس. اكبر انجلز كانت هنا اكيوت، يبقى بقول عليه اكيوت. طيب المعلومه الثانيه المهمه جدا اللي انا لازم اعرفها، ان any triangle has three acute angles. يبقى بيكون في عندي كام اكيوت؟ في عندي بس، سوري نرجع تاني. اوكي ماشي، يبقى بيكون عندي 3 acute angle، او بيكون عندي اقل حاجه في الاكيوت 2 acute angle. يبقى انا اي تريانجلز في الكون بيكون فيه 3 acute او 2 acute. طيب ويكون فيه 1 right angle، وبيكون فيه 1 اوبتيوس انجل، ما ينفعش يكون في اكتر من كده يا شباب. يبقى انا عندي دلوقتي اي تريانجل في الكون هاف 3 اكيوت انجل اند ات ليست اقل حاجه 2 اكيوت. الرايت انجل والاوبتيوس بتكون 1 و1، اوكي؟ ما فيش ابدا اي تريانجل في الكون يكون فيه 2 رايت او يكون فيه 2 اوبتيوس او يكون فيه الرايت والاوبتيوس مع بعض، اوكي؟ ودايما تاني اعيد اقول ان احنا بنحدد التايبس اوف تريانجلز اكوردنج للايه؟ اكوردنج للانجلز، البيج انجلز اللي موجود. اكبر انجلز عندي هنا ايكوال كام؟ يبقى هو دوت اللي بقول عليها ان هي بالنسبه لنا هو ده اللي بيحدد لي التايبس اوف انجلز اللي موجود عندنا. ها اتفهمت دي كده يا شباب؟ ماشي. اتفهمت ولا فاهمة عباره عن المعلومات؟ اوكي أيوة ماشي، تعالوا نكمل. فاهمة يا مس. اوكي ماشي، يلا نكمل بقى. نمبر 12 مس قول. ممكن أحل رقم 13؟ ماشي، نحل الاول 12 وبعد كده ابقى احل نمبر 13. ينفع أنا 12؟ نمبر 12 قولي، يلا قولي يا ميول. بلالوجرام has one pair of parallel sides. هتبقى one pair of parallel side. برافو عليك. ماشي اللي بعديها، يلا يا انا، سي هتكون number C. برافو عليك، ده improper fraction. اللي بعديها يلا يا محمد، number 14. ماشي. انا عايزة اجاوب ماشي سي هتكون C. سي برافو، C. دي او برافو عليك، ممتاز. طيب بس اللي عايزة بعديها، اعمل حاجة واجي. ماشي حبيبي يلا بسرعة. اللي بعديها يلا يلا يا يوسف. ياسين، ياسين ما سمعناش صوته النهارده، يلا ياسين. ايوه يا مس، انا اللي كان اسمي زينب يا مس وجاوبت. ماشي ياسين، انت اللي كان اسمك زينب. ماشي ياسين، ايوه بس انا كنت داخل من تليفون مامتي بس غيرت اسمي. ماشي حبيبي يلا ياسين. نمبر 15. The fraction 5 over 12 picks an angle of ميجر، measure
أنا عارف يا مس. A sine of over 12. ماشي. لما يكون مديني فراكشن زي كده ويبدأ يقول لي عايز الميجر اوف انجلز اللي ليها فراكشنز زي ده بعمل ايه؟ اه ده انا عندي ببدأ اول حاجة هعملها ايه هنا يا سيدي؟ هبدأ امسك الفراكشنز بتاعتي دي وابدأ اقول انا عندي التوتال انجلز كلها ايكوال كام؟ الانجلز كلها ايكوال 360، يبقى همسك الفراكشنز ده 5 over 12 times 360. اوكي؟ طيب انا عندي عشان اسهل عليا عملية المالتبلاي، ببدأ اقول لك ايه؟ هتمسك ال 360 دي هتقسمهم على 12 انجلز. هتقسمهم على كام؟ على 12 انجلز. طيب تعال نبص كده، 360 لما اقسمهم على 12 انجلز اوكي هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى عندي هنا قول 360 divided 12 اللي هي ايكوال 30، فكل انجلز منهم هتكون 30. وكمان احنا عارفين كانت في الانجلز او في الكلوك بتاعتنا لما انا بتحرك between an hour to another hour بتحرك بانجل صغيره قوي equal 30. اه طب انا هتحرك كم مره؟ 5، يعني هاخد ال 30 كم مره؟ 5، يبقى اقول 30 times 5 اللي هي equals كام؟ 150. يبقى انا عندي هنا تبقى equals كام؟ 150. يبقى انا ببدا اعمل ايه؟ لا اما امسك الفراكشن تايم 360 او امسك 360 ديفايدد لل12 عشان اعرف كل انجلز ايكوال كام واعمل لها ملتبلاي لل5. هي هي. اوكي يلا نشوف اللي بعده، نمبر 16. يلا يا عمر. مس نمبر 16، عاوز اجاوب انا يا مس. طب انا نخلي يا عمر مس الاول. انا مس رايك يا مس؟ مدور. وانا مس كمان عايزه اجاوب. حاضر ماشي، اللي بنده عليه بس يا شباب هو اللي جاوب. ماشي يلا سكتين يا عمر. بس انا جاوبت مرتين. هخليك جاوب يا جوجو. سي يا مس. هتبقى سي الرايت انجل. طيب هو قال لك الميجر اوف انجل بتوين 90 و 180، انهي انجلز الميجر بتاعتها بتوين 90 و 180؟ الرايت دايما ايكوال 90. ها هتبقى ايكوال ايه بقى يا عمر؟ ان اوبزايد اوبتيوس. يبقى اوبتيوس الاوبتيوس دايما greater than 90 و less than 180. الاكيوت greater than 0 و less than 90. هنا الرايت ايكوال 90، الستريت دايما دايما ايكوال 108. اوكي مش نمبر 17. يلا يا سجا. ايوه 17 3 2 over 5 double fraction بس عايزة أكون بعد سجا. ماشي احنا هنحل سؤالين بس شوية عشان انا عايز حصة تاني للأسف. ها بس وقت الحصة خلص. اه خلاص نخلص بس الجزئية دي وبعد كده ندخل تاني شوية. مس ادفعكم بعد سجا. مرة واحدة بس يا سجا. 17 over 5. يبقى 17 over 5. اوكي طيب خلينا نشوف اللي بعده. هنا بيتزا مين؟ يلا يا مي. ها نمبر 18. Which of the following fraction is greater than 1? ال is greater 7 over 5. 7 over 5. برافو عليك. دايما دايما الـ improper fraction بيكون greater than or equal 1. دايما اي fraction بيكون proper
بيكون ال لو كان اي fraction بيكون proper بيكون دايما less than ال 1. يبقى improper greater than or equal 1، ال proper بيكون less than or equal 1. ماشي حبايبي. طيب للأسف عشان أنا عندي حصة برضو مراجعة لزمايلكم تاني إن شاء الله دلوقتي، هسيب لكم، هبعت لكم المذكرة دي تكملوا بقية الحل فيها. طبعا احنا خدنا الأسئلة المهمة فيها اللي هي بتيجي عندي، إن أنا ببقى أقول عندي إن احنا عرفنا types of triangle، بيكون عندي acute right obtuse بتكون straight angle، وعرفت دايما ال acute بتكون between 0 90، ال obtuse بتكون between 90 180، ال right بتكون 90، أما ال straight بتكون equal 180 بالظبط. اوكي طيب عرفنا كمان التايبس اوف تريانجل اكوردنج للسايد، عندي اكوالاترال، عندي سكنل، عندي اسوسيلي تريانجل. لو قال لي اكوردنج للانجل بحددها ازاي يا لامار؟ بحددها على اكبر انجل موجود عندي في التريانجل. لو كانت اكبر انجل نوعها رايت يبقى التريانجل ده كله بقول عليه رايت. لو كانت اكبر انجل عندي بيكون اكيوت يبقى بقول عليه اكيوت. لو كانت اكبر انجل اوبتيوس يبقى بقول عليها اوبتيوس. اي تريانجل في الكون بيكون في عندي 1 رايت 1 اوبتيوس، تمام؟ ما ينفعش يكون عندي رايت واوبتيوس في نفس التريانجل. طيب بيقول لي كمان ان انا اقل نمبرز للاكيوت بيكون 2 اكيوت، على اقل حاجه بيكون في عندي كام اكيوت؟ 2 اكيوت، تمام؟ اي فراكشن النمونيتور بتاعه ايكوال 1 يبقى ساعتها بقول عليه ده يونت فراكشن، يونت fraction. طيب ايه كمان المهم عندنا؟ ال proper fraction دايما ال value بتاعته greater less than 1، اما ال improper لما بيكون النمونيتور اكبر من الدينامونيتور وال mixed number كذلك بيكون دايما greater than ال 1. طيب لحد كده يا شباب في حاجه او في جزئيه عايزين؟ نو 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 نو. اوكي تمام، عايزاكم تقراوا الاسئله كويس قوي، ما نتسرعش في الإجابة، نبدأ نحل واحدة واحدة. وخلي بالكم في فرق بين الـ place value والـ value. لو جه قال لك عايز الـ place value، حاضر، لو جه قال لك عايز الـ place value ساعتها أنت بتعمل إيه؟ ساعتها بتنزل لي، بتبدأ تحط الـ name of digit. لو قال لي الـ value ببدأ أشوف بكتبها بإيه؟ بكتبها بالنمبر. أوكي ماشي يا شباب، إن شاء الله يبقى امتحان سهل ميسور عليكم بإذن الله.